كمان احنا يمكن النهارده بنتكلم بقى خلاص الصيف يعني داخل علينا، ويمكن النهارده يكون اخر يوم درجه الحراره فيه تكون معقوله، هنخش على الصيف بجد وبشده. بس ما حسيتيش قبل ما تبتدي بس على موضوع الصيف ده، ما حسيتيش ان الفتره اللي فاتت دي الجو مش مفهوم خالص؟ انا بتحر بالنهار وابرد بالليل. بالليل برد قوي قوي، برد برد وهوا. ما هو بقول لك، هو عامه طبعا التغير المناخي العالمي هو واضح ان هو قايم بدوره على اكمل بدور وجه. جميل. انت يا مها ميهو، ايه اكتر فاكهه بتحبيها في الصيف؟ اول مره اسال فاكهه عن الفاكهه. انا بحب التين، مانجا، بطيخ، التين البرشومي، التين الشوكي، والمانجا برضو مش قوي المانجا يعني، بس لا التين اكتر، والبطيخ طبعا. كل الفاكهه والله يعني بصراحه عشان نكون حقانيين. التين بتاع الساحل، احنا عندنا في الساحل والله نعم جميله، في يعني اهالينا هناك من اهل الساحل الشمالي ومن يعني المصريين البدو هناك، احلى فاكهه تاخديها من ايديهم بالذات التين. أيوة. واحلى لحوم واحلى كل حاجه، كل حاجه بتيجي منهم حلوه. طيب الخوخ بقى والبطيخ وقايمه طويله من الفاكهه اعتقد اغلبنا بيحبها، ما يختلفش عليها ناس كتير يعني، وبتدينا طاقه طول اليوم وصحه وفيتامينز. فاحنا قررنا ننزل بكاميرا البرنامج ونرصد موسم فاكهه الصيف، وازاي ممكن نغسلها كويس، نخزنها كمان كويس. ستات البيوت اللي بتحب انها تغسل الفواكه وتخزنها او تحفظها في الفريزر لغير اوانها. فتقرير جميل جدا مبهج فيه كل الوان وانواع الفاكهه، نشوفه ونرجع لكم تاني. صلى على النبي يكسب. كل اصناف الفاكهه الصيفيه هي اكتر الاصناف عندنا رقم واحد، البطيخ، الكنتالوب، الخوخ، المشمش، العنب، التين، الجوافه، كل ده الفراوله، كل دي اصناف صيفيه وعندنا كميات كبيره جدا منها. وبنقول للناس اهم الاصناف اللي هي المواطن المصري يعني في طلب متزايد عليها هو البطيخ والكنتالوب، ويليه العنب لان ده طبعا بيتاكل مع الجبنه، مع اكل خفيف، مع كل اكلاتنا ما بتطلعش من البطيخ او العنب او الكنتالوب. معظم الاصناف اللي المواطن المصري بيحبها هي طبعا سريعه التلف ولكن القابل للحفظ والتخزين، تتعمل عصاير زي الفراوله، زي الجوافه، زي البرتقال باصنافه، زي برضو العنب دلوقتي والبطيخ والكنتالوب. دلوقتي ما فيش اي مكان في منشات سياحيه او كافيه غير ما يعمل عصير بطيخ، في عندنا كنتالوب، في عندنا كل العصاير اللي هي بتبقى من الفاكهه. وده احنا بنقول لكل اخواتنا وربات المنازل تحديدا، الفاكهه الصيفيه هي كلها قابله للحفظ والتخزين، سواء على مجفف او عصاير او كمان بنحطه في الديب فريزر ونستخدمه لما يبقى عندنا مثلا قله معروض منه في الشتاء. المانجا طبعا احنا قابله للحفظ والتخزين، بعض الاصناف زي الفراوله، كل ده قابل للحفظ والتخزين. بس احنا بنقول ايه؟ بنقول لكل ربه منزل خدي الحاجات اللي انت هتخزنيها في وقت يكون عز اعلى درجه في الانتاج الموسم، يعني ما تجيش دلوقتي تقول انا عايز اعمل بطيخ عصير واشيل، او اعمل خوخ واشيل، او اعمل جوافه واشيل، لما يبقى المنتج في نفس الموسم بتاعه الطبيعي في كميات كبيره جدا اقدر اخزن منه، واقدر كمان احافظ على استقرار الاسعار، ان انا ما اخدش في وقت في عندي قله معروض او في عندي ارتفاع اسعار، لا خدي في الوقت اللي هو فيه انخفاض في الاسعار. احنا دلوقتي رايحين للزراعات المتطوره، الزراعات الحديثه اللي هي بتواكب التغيرات المناخيه، وده اللي بينعكس على المنتجات الزراعيه وتحديدا الفاكهه وتحديدا المواسم اللي احنا بنحبها، سواء البطيخ او الكنتالوب او الفراوله او العنب او التين او كل المنتجات الزراعيه اللي احنا بنحبها. والصيف طبعا هي اكتر شيوعا في الصيف، واحنا بناكد على ده. يعني ما فيش شك انه مثلا البطيخ، الجوافه، البرتقال، اليوسفي، ودي فاكهه محببه لكل المصريين تقريبا في الصيف. واطول حاجه الموالح طبعا اللي هي زي البرتقال وزي اليوسفي وكده، اهوت بتقعد فتره اطول يعني، باعتبار انها يعني بتصمد شويه عن الجوافه وكده يعني. الكنتالوب بنجيبه، والموز والبرتقال بنحب نعمله عصير عشان في فيتامين سي وكده. شايفين في اجماع عن البرتقال يعني، وبيعملوه عصير عشان طبعا فيتامين سي،
والفاكهه ما شاء الله كلها شكلها يفرح كده وفريش. مش زمان كان البرتقال ده فاكهه شتويه، دلوقتي انا شايفاه ما شاء الله موجود صيف وشتاء. ايوه يعني بصي ما بنلحقش نفتقده. لا ما بنلحقش، موجود عايز برتقال هتلاقيه على طول.